أنا بسألك عن تصرفات الحكم العسكري أو نقول القضائي، بما أن يعني الجيش سلمها للمحكمة الدستورية بعد توليه الحكم، هل أنت راضي عن تطورات الساحة المصرية بحكمها الجديد، خاصة في تعاملها مع الإعلام والحريات؟ قبل لا أجاوب على السؤال، أحب أعقب على أبو عبد اللطيف كلامه. يعني أبو عبد اللطيف أحسن الظن شوية بالإخوان المسلمين، وأنا ما أظن أنهم جادين في إدارة الدولة. لو جادين ما يحطون رئيس مهندس ميكانيكا، نائب الرئيس قانون، مساعدين رئيس 4، 2 منهم أطباء، المرشد اللي هو المدير الرئيسي للدولة بطري، هذا شنو علاقته في نائب يعني شهادات طبيب؟ نعم طبيب جايب انت ناس تديرون دوله. إيه؟ ولا تقاطع رجال، لا لا قول. انا بس ناس تدير دوله. إيه؟ ما تجيب اطباء ومهندسين ومهندس ري رئيس وزراء. اجل شو اجيب؟ مهندس ري تحط رئيس وزراء؟ شو رابع ابتدائي حط رئيس وزراء؟ منو رابع ابتدائي تقصد؟ ادري عنك. منو تقصد؟ اذا انت تقبل بهذا عطني شجاعتك. منو رابع ابتدائي؟ انا اشجع ابي شجاع. منو رابع ابتدائي؟ منو رابع ابتدائي؟ اعترض. منو رابع ابتدائي؟ كنت معترض. اعترض. منو رابع ابتدائي؟ منو رابع ابتدائي؟ عبد العزيز. هذا منصب. منو رابع ابتدائي؟ عبد العزيز. عطني شجاعتك. ورني شجاعتك. مثال. هو يقصد احد. لا ما يقصد احد. ما يقصد. هو قال مثال. خلي يقول مثال. ما يقصد. من تقصد؟ مو مجبور يقول يا ابو ضرار. من تقصد؟ ابو ضرار. من تقصد؟ من تقصد؟ يا ابو ضرار، يا ابو ضرار، صل على النبي يا ابو ضرار. ابي بيقول من يقصد؟ ما يقصد احد، ما يقصد احد بالحلال. انا اوجه لك السؤال. لا تقاطع المشاهد، لا تقاطع المشاهد، ترى عارف الرد عليك. وعبد العزيز، وعبد العزيز، انا وعبد العزيز، انا يا ابو ضرار، 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 صل على النبي، صل على النبي. المدير الفعلي لمصر كان المرشد شهادته بيطري، نائب المرشد اللي هو الناطق الرسمي كان باسم مصر خيرت شاطر مهندس مدني. الجماعة مو جادين بإدارة الدولة ولا يستطيعون إدارة الدولة. وضرار جاوبني على سؤالي لو سمحت. الحين جاوبك. هم خططوا 85 عام كيف يصلون على الحكم، ولم يخططوا يوم واحد كيف يديرون دولة. زين جاوب سؤالي لو سمحت. سؤالك مرة ثانية تعيده. اللي هو كان كيف تقيم حكم الرئيس الجديد وطريقة تعامله مع الإعلام؟ شلون أقيمه؟ الحين إغلاق القنوات، هذا راضي عن النبي هذا الشكل؟ أنا ما لي حق أرضى ولا ما أرضى. الشعب المصري ارتضى الدستور. لا انا برايك، انا يعني ندري ان احنا كلنا ما لنا حق في ان احنا نتدخل، لكن انا اتكلم عن رايك السياسي في تعاطي مع اغلاق القنوات مثلا. اغلاق القنوات اغلقها في حال الطوارئ، وقالوا احنا نغلق القنوات التحريضيه، في قنوات اخرى اسلاميه شغال كثير، قناه الحكمه، قناه الصفر، الرئيس مرسي اللي اغلق القنوات، الفراعين وثبت روت عكاشه ومسك محمد امير رئيس السي بي سي. لا لا، عشان نكون منصفين، وحط المظاهرات على ابواب المدينه اللي اغلقهم. اتكلم على اغلقهم اللي اغلقهم قنوات اللي تابعه للقنوات التحريضيه اللي كانت تحرر. لا بس استكمل هذا الحديث مع عبد العزيز، عذرا على المقاطعه بس لان عندي فاصل، ناخذ هذا الفاصل القصير ونرجع معك. عاد لكم مشاهدينا الكرام بعد هذا الفاصل القصير، المحور الاخير في هذه الحلقه هو حول تدخل الحكومات الخليجيه كدعم، حسب ما هي اعلنت، دعم للاستقرار في مصر من خلال يعني المباركه السريعة للرئيس المصري الجديد عدلي منصور، وبعدها في أيام يعني دعم مالي كبير من كل دول الخليج وغيرها من هذه التحركات التي حصلت. هل تؤيد دعم الدول الخليجية للاستقرار في مصر كما أعلنت ولا لا؟ هو حقيقة قبل أن أجيب على هذا السؤال، أنا أسجل ملاحظاتي على حوار الأخ مشعل. الأخ مشعل دائما لا ينتقي بعض الألفاظ فيما يقوله. يا اخي شيل مشعل من راسك، ناقش فكره جايك. لا ناقش فكره، خل مشعل على جنب، خليك هادي، خليك هادي ولا تستعجل. انا اخوك. فلما يقول والله يربط ما بين شهادات الناس ومناصبهم القياديه، هي رجل الدوله يختلف من في تعاطي، قد لا يكون الدكتور البيطري ناجح في بيطرته، لكن قد يكون ناجح كرجل سياسي في هذا الجانب. لذلك لما قلت له، أنا تكلمت عن طاقم المساعدين الرئيس، لا تقاطع. لذلك لما قلت له رابع ابتدائي، أنت الآن دام تستدل بأن الشهادات بيطري وكذا، ما عندنا رئيس الوزراء الكويت جاب المبارك رابع ابتدائي. إذا كان على قياسك يجب أن لا يكون رئيس وزراء،
ولا تخالفني بعد؟ لا مو على قياسي انا. لا اذا قياسك على الشهادات يجب ان لا يكون. البدايه خطا ومستمر بالخطا. ايضا ايضا انا قلت الرئيس لا تقاطع لا تقاطع لا تقاطع لا تقاطع مساعدات مساعدات خلينا نجيك خلينا نرجع لك. بل هناك رؤساء دول لا يملكون شهادات ومع ذلك ناجحين. يعني مساله الارتباط ما بين الشهاده ما بين المنصب. اجابتك واضحه ابو عبد العزيز. انا اعتقد ان ما كان يجب ان يتكلم بهذه الطريقه. احنا مو في ندوه احسن من فدائي. قلت مرشح لطفت الامر شوي. مرشح عشر الامه مرشح عشر الامه متوقع منه كل شيء. بضرار بضرار خلنا ارد عليه راح يعطيك المساحه الكافيه. ارجع لك سؤالي ابو عبد العزيز. دعم الخليج لمصر الحالي عشر الامه رفضتك ترى لما ترشحت انت. ما ترشحت هذه معلوماتك الخاطئه دائما انت فيها. يا بضرار وهذا دليل على جهلك. انا عمري ما ترشحت. قول فرعي ولا ترشحت فرعي. لا حول يا بضرار لك بنعطيك الفرصه. جهل مركب. قول اللي تبيه مو جهل عادي. نرجع الى محورنا جزاك الله خير. نقول الاتي ان دعم الخليج انا اقف عند شكلين من اشكال الدعم. دول المانحين في الكويت لما اجتمعوا لدعم القضيه السورية وهي قضية مستحقة للدعم حقيقة وصلوا إلى مليار وشيء وإلى الآن تلكأت بعض الدول في الدفع. الاستعجال بهذه الطريقة يعطيني أنا هذا الجهل المركب. مليار هذا كاش لو سمحت واللي راحت هذه معونات نفطية. هذا الجهل المركب وهذا التلبيس على الناس. هذا الجهل في فرق بين السيولة كاش بين معونات النفطية والودائع. بضرار بضرار افهم بضرار. هذا جهل مركب. يا بضرار احنا متفقين. ايش متفقين بضرار؟ احنا متفقين. لا ما خلص في شيء بعد في كله جهل يا بضرار. خل بيك الوقت وقول لي احنا متفقين ما نبي نقاطع. الله يجزاك خير. في شيء تبي تقوله حتى يعرف الناس ان الفرق بيني وبينك في الاخلاق. انا ما راح ارد عليك ابو عبد العزيز. ارفع من هذا المستوى اللي انت ابو عبد العزيز. كمل بس نقول الناس تعرف لك وقتك. لك وقتك يا ابو ضرار. خلنا يكمل وجهه نظره. اعطوا الحلقه كمل. تبي تجاوب عني تفضل. طلع لا لا لك لك الاجابه. لا لك الاجابه ابو ضرار. خل بيك وقتك لا تستعجل. نقول كمل يا عبد العزيز. هذه القضيه السوريه الكل كان متشوق ل أنه ينال الدعم بشكل أوسع وأكبر. لكن هذا التباين في إمكانية الدعم وكبر الدعم لمصر رغم أنها يعني جاء بطريقة مستعجلة وكأننا نبارك الانقلاب على الرئيس المصري. نعم إحنا مع دعم الشعب المصري مع دعم الاستقرار في مصر مع أن ينال هذا الشعب حقه الكامل. لكن أخشى من آثاره حقيقة. حتى لو كان دعم مالي أبو عبد العزيز أخشى من آثاره. أخشى أن يفهم أنه مباركة لهذا الانقلاب وتنحية للشرعية المصرية. أنا ما أتمنى أن يفهم بهذا. لكن مبدأ الدعم طريقة. المالي للدول 4 مليار هذا دولار هذا عندك هذا مشكلة فيها ولا لا؟ هذه طريقة سائرة فيها الكويت ما هي جديدة. نعم. مثل ما قال أبو نعم. عبد اللطيف قبل شوي الكويت دعمت من قبل وتدعم الآن. أنا ماني معترض لكن قد يكون التوقيت الآن التوقيت يثير بعض المخاوف من أنه دعم للانقلاب أو ما شابه. نعم. أتمنى أن يصرف على الشعب المصري وفي أوجه الدعم. لكن أيه. أتمنى أن لا يستغل العسكر مثل هذا الأمر وأن لا يستغل لضرب دول الخليج أيضا. يعني التحفظ الوحيد على توقيت الدعم وإن كان, وليس كمبدأ. وإن كان الشعب المصري يستحق منا كأمة حقيقة كل دعم وكل تأييد الشعب المصري. نعم على نفس المحور الحين تبي ترد على الجزئيات اللي قالها وبعد ما ترد انا اسالك بس يعني ترد ولا قله ادب ما ارد على قله ادب. لا ما لا 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 انا اللي برد على ابو عبد العزيز. لا انا عندي الموضوع عندي الموضوع. لا انا الاولى الدعم المصري جاء طبيعي. دول الخليج اعطت مرسي اول ما حكم اعطت الحكم العسكر الشرعيه اعطيت الشرعيه اعطيت التأييد خليه يسحب بدت لا بدت لا يكمل لا يكمل لا لا خلها عندي لا لا بكمل لا لا بكمل انا امسح وجهي لا لا خليه يسحب امسح وجهي انا خلاص يسحبها لا 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 مو قاعد في ديوان انا خلاص يا خليه يسحبها يا ابو ضرار يسحبها ويعتذر يا ابو ضرار ما كل الخير خليه يسحبها لا ما كل الخير بدأ الدول لا اسحبها يا ابو ضرار يا ابو ضرار يا ابو ضرار انت ما كنت تقصد انت ما كنت تقصد اللي خليه يسحبها خليه يقول ما اقصد ما كان يا ابو ما انا اقول لك ما يقصد الاساءه لك يا ابو عبد العزيز اسحبها يا ابو لا يبقى انا اسحبها عنه انا اسحبها لا هو موجود حق تسحبها ما تنوب عنه طال عمرك موجود وخله يقر نكمل الموضوع
كذي ما عندنا غير إجابة السؤال. لا ما يصير يعني ما عندنا غير إجابة أخوان يعني خلي يسحب. الكويت تأخرت يوم يا أبو بضرار تأخرت يوم بضرار بعد الكويت بضرار بس أحب لا لا يسحبها بضرار وكان مرحب بعد أداء قاسم دستوية بعد إذنك أعذرنا على المقاطعة بحول سؤالي حق دكتور مبارك يقول رأيه وبعدها إن شاء الله تهدلهم. لكن خلنا نسجل نقطة بس خلنا نسجل نقطة. هذا المستوى اللي يتكلم فيه أبو ضرار ليس بالجديد عليه. الفرق بينه في الأخلاق. لذلك أنا أقبل تحويلك للسؤال ويكفيني عن أني ما أسمع جواب. بس خلاص. دكتور مبارك وبعدها نرجع. أنا أعتقد الإخوان كلهم إن شاء الله محشوين عن قلة الأدب أو عن كل إطار إن شاء الله يعني ما يكون في المستوى خاصة أنه يعني أمام شاشة وأمام ناس تشاهد.